أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالنهج الملكي السامي الراسخ والثابت من لدن جلالة الملك المعظم في حماية ديننا الإسلامي وعقيدته السمحاء باعتباره الركيزة الأساسية للثوابت الوطنية والقيم الإسلامية، معربا معالي عن بلغ التقدير للأمر الكريم الصادر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم بالوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع قيمنا الوطنية المتمثلة في حماية الدين وعدم المساس بثوابته والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا وفق ما ورد في ميثاق العمل الوطني والدستور، مشيرا معالي إلى حرص السلطة التشريعية على دعم وتعزيز التمسك بهذه الثوابت الوطنية والإسلامية الراسخة.